بعد نقش المهندس السيد المهندس حمدي محمد سلمان الجازي برساله ماجستير المقدمه منه في تخصص النسخ النبائيه من كتله نسب شهره، وجدت بالاجماع ان البحث ورساله المقدمه منه تصلح للمتطلبات التكميلية لدرجة الماجستير، وبالتالي توصي لدي كلية هندسة شبرا، توصي بالإجماع لمنح الطالب حمد محمد سليمان الحجازي درجة الماجستير في الهندسة الكهربية تخصص التطبيق الآلات الكهربية ونظم التحريك من قسم الهندسة الكهربية كلية هندسة شبرا جامعة بلد. مبروك. في أماكن مرموقة